والناس أنواعا وأجناسا، ولا رأى مصر ولا أهلها، فما رأى الدنيا ولا الناس. هي أم البلاد، وهي موطن المجاهدين والعباد، قهرت قاهرتها الأمم. مصر الكنانة، مصر الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهلها في رباط إلى يوم القيامة. إنها مصر وستظل مصر دائما. تهي ميس أولا. ومن قلبي علت وضّى كده من ملها صلى الفجر ولفت مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من بلدي مصر، بلدي العزة والنصر، من بلدي العامرة، من بلدي اللي شافت ولسه هتشوف، اللي انتصرت واعداء كتير حاولوا يهدوها، حاولوا يعملوا حاجات كتيرة، لكن ربنا كبير. الله أكبر بنقولها على كل واحد يحاول يفرقنا. الله أكبر بنقولها على كل واحد قبض بالدولار بالجنيه بالسليني عشان يهد بلده. الله أكبر ببدأ بيها وأقول بسم الله الرحمن الرحيم. مشواري اللي بدأت معاكم كلمة طيبة، شجرة طيبة أصلها في السماء فرعها في الأرض. أهلا بيكم برنامج هو ده، للمسؤولين، للشباب، لكل الفئات، للناس الطيبة في البيوت. ببدأ معاك وأقول بلدنا اللي شافت كتير، بلدنا اللي في آخر 10 سنين ناس كتير حاولوا يهدوها، لكن ربنا نصرنا وربنا أكرمنا. عايز أقول لكم، وأنا جاي المدينة من يومين وقفني واحد برا وقال لي اتكلم، هنتكلم وهنقول، وكتبت نقط هقولها لكم وإحنا بنبدأ. ده مسقنا، ده دستورنا. 8 نقط أقولها بسرعة. أول حاجة الإعلام. من حوالي ساعتين دونالد ترامب رئيس أمريكا بيهاجم الإعلام في أمريكا، بيقول هد أمريكا، إحنا نبقى إيه؟ مين اللي يعمل ده؟ الهيئة الوطنية ولا الشعب ولا الحكومة ولا الرئيس؟ الضمير. لازم نراجع إعلامنا. عاوزين إعلام يوحد، إعلام تنمية، نشتغل مشروعات صغيرة وحاجات كتير. النقطة الثانية الأزهر الشريف. بالأمس شفنا منظر، شفنا صورة حلوة اللي بيمثلنا شيخ الأزهر. مش كل واحد قرا كتاب ولا كتابين بقى راجل دين. احنا بلد شهادات، شهادتنا في الدين هو الأزهر، محدش يجي ناحيته. الحاجة التالتة كان لازم تبقى رقم واحد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لازم نتغير. هتشوفوا في سفرياتنا ورحلاتنا اللي بره الناس عاملة ازاي، بتشتغل ازاي، متواضعة، عندها قناعة، عندها رضا بره كده. الحاجة اللي بعد كده المصانع. عندنا مشاريع كبيرة وحاجات عملاقة وكباري وطرق، لكن رئيس الوزارة، وزير الصناعة، لكل المسؤولين من الكبير للصغير: المصانع المقفولة حرام، لازم تشتغل. 22 مدينة صناعية، لو كل أسبوع عملنا مصنع هنعدي. نتكلم على أزمة الدولار والسليني، لازم مصانع تشتغل. اللي بعد كده التغيير من فوق، الوزارة، نائب الوزير، مساعد الوزير، ولا من تحت. أنا رأيي من تحت، لازم نتغير. روح شهر عقاري، روح أي مكان في الدولة عاوز يتغير ويتغير صح، لازم نعمل له مواصفات ونديله الإمكانيات عشان يشتغل. لازم نتغير من تحت. احنا من تحت بنفرم بعضينا. لما تروح تخلص مصلحة، اللي بيحط عليك واللي بيضايقك هو من تحت مش الوزير. اللي بعد كده التعليم. عندنا مثلث الرعب: الجهل، الفقر، المرض. التعليم، التعليم، التعليم. النقطة اللي بعد كده، قبل ما اطلب من اي حد يشتغل لازم اديله ضمانة حقه ياخده كامل الاجر، وكمان العلاج والتأمين. نقول له بعد سنة بعد 2
حتى عامل نظافة كله يبقى مطمن على مستقبله. النقطة الأخيرة، قعدت مع شباب يقول لك كل حاجة بالوراثة، حتى لعيبة الكورة، حتى الفنانين في القضاء، في الضباط، لازم الناس كلها تحس وخصوصا الشباب ان في مساواة. والصورة اللي شفناها الرئيس مع الشباب صورة تفرح، ودي بتؤكد ان في مساواة، بس نزودها في كل المسابقات. دي نقاط سريعة بقولها، ده دستور البرنامج. هنقدم نماذج بره وجوه فيها الصح وفيها الغلط. اهلا بيكم وبرنامج هو ده، وهنطلع بره نشوف نماذج محتاجينها وهنضحك شوية ونشوف حاجات جد. لكن قبل ما نروح هولندا، فقرتنا الأولى النهاردة، عاوز أشكر كل اللي ساعدوني، مصريين جدعان، دكتور صلاح سعيد، يحيى أحمد، محمد الفقي، أشرف غالي، علي شاور، فريد مسعود، نشأة رشدي، رضا ياسين، نادر إبراهيم، مصطفى درويش، شريف الشاروني، رضا أحمد، حميد، محمود كريم، عباس عمران، دول في هولندا. في فرنسا رزق شحاتة، عادل اسكندر، الحاج عبد اللطيف إبراهيم، وشكر خاص للمخرج نبيل عبد النعيم. نروح دلوقتي، وكلمت كتير، احنا عندنا فقرات كتير بنتكلم على الوحدة، الوحدة العربية، الدولة الإسلامية، شفتها هناك. نبدأ أول فقرة في أمستردام، نطير على هولندا ونشوف الوحدة عاملة ازاي. نروح هناك.